السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي. اليوم جيت نقدم لكم تريد أو الرغيف ديال الرفيسة ديالنا. عندنا فيهم 500 غرام ديال طحين الدقيق الأبيض فورس، و 500 غرام ديال طحين الفينو، شوية ديال الملحة كتبقى على حسب الكمية اللي عندنا، ونخلطو بالماء بارد من الروبيني، ونقدروا نزيدوا شويه ديال الخميره حبيبات والخميره الكيميائيه باش ما يضرناش التريد ديالنا. اللي كيضروا التريد يقدر يدير يزيد الخميره المعجونه غير شويه، وشويه ديال الخميره الكيميائيه، ولا درنا الخميره خاصنا نطيبوهم ديك الساعه، نعجنو نكورو ونطيبو. اما الا درنا غير طحين وطحين الفينو والملحه والماء، نقدروا نعجنوهم الصباح وبلاتي حتى يدوز شويه وترخى مزيان، عاد نقدروا ندلكوهم. دابا غادي نبداو. درت هنايا طحين البيض ديالنا، درت معاه الملحه، غادي نزيد عليه دقيق الفينو، وكتبقى الكميه على حساب عدد الاشخاص. وغادي نزيد الماء دافي، بسم الله. هنا من بعد ما دلكات لينا مزيان بالعجينه، شفتوا كيفاش كتجي العجينه؟ كتجي خفيفه. دابا انا ما درتش فيها الخميره، غادي نخليها حتى العشيه وعاد نطيبها نقرصها ونطيبها. دابا غادي نغطيها بفيلم اليمونتير واحد زويف ونخليها تطلق على خاطرها. ها هي العجينه ديالنا. دابا من بعد ما خليناها ارتاحت مزيان، جبدناها وجدنا واحد البلاطو ديالنا اللي غادي ندهنوه شويه بالزيت، وشويه ديال الزيت نحطوه في زليفه حدانا. صافي، ونكورو العجينه ديالنا كويرات كيبقاو صغيرين باش كنصايبوهم، كيبقاو على حساب المقله ديالنا. انا غادي ندير هاد المقله هادي، غادي نكور الكويرات ديالي. دابا نكمل العجين ديالي كويرات، شويه اللي بقى غادي نقسمه على جوج كويرات.
فوالا. ودابا غادي ندوزو نيشان لتكراس ديال الرغيفات ديالنا تريد، ندهنو البلاصة اللي كنخدمو فيها شوية بالزيت، وعاد نسرحو. سمحوا لي نسيت ما شعلت شي بوطه. فوالا. ودابا نسرح الخبيزه الرغيفه ديالنا، ماشي مشكل واخا تقطع علينا، ما غاديش نحتاجوها الرغيفات، غادي نحتاجوها غير التريد. صافي نقرصو الخبيزات ديالنا، حنا كنطيبو حنا كنقرصو. هادو ما درتش فيهم انا الخميره كيف قلت لكم في الاول، ماشي مشكل ما نخافش عليهم. ونعاودو الكوره ديالنا الثانيه، وما تنساوش تقيبوا الرغيفات الخايم. ما غادي نقص على العافيه باش ما يتحرقوش ليا. صافي نكمل الخبيزات كاع اللي عندي. نحطوهم نيشان فوق التريد الاولاني، ونصلحوهم في الجنيهات، ونديرو شويه ديال الزيت. وعاد نطيبو كيف شفتو، راه كيتحمرو لينا شويه. راه كيجيو مورقين، ما كيجيوش ملصقين. دابا نكمل الخبيزات ونرجع نكمل معاكم. ونعاودو نزيدو عليها، راه نقدرو نزيدو خمسة سبعة حتى العشرة هكا، على حساب البوطة ديالكم، على حساب المقلاة ديالكم، على حساب حتى اللي كطيب. دابا غادي نقدر نزيد هادي ديالي، غادي نزيدها فوق هذا. كي شفتو دابا لقيتها تحمرات شويه، غادي نقلبها باش طيب ليا عاوتاني على الجهه الاخرى. انا غادي نكمل التريده ديالي ونرجع نكمل معاكم. هانتوما كيجيو مورقين التريد ديالنا. غادي نشوف شتو هو طاب، غادي نحيد باش نزيد واحد اخرين، نبدا عاوتاني من الاول. ديجا حطيتو الحيطة كطيب، دابا غادي نكمل الخبيزات ديالي، مبقاش ليا بزاف. وهاد نرجع نوريكم كيفاش نقطعوه وكيجينا زوين.
التريد ديالنا، كنطيب وكنحطو في الزويف، نغطي عليه باش ما يقصحش. ودابا غادي نخلي غير واحد شويه يبرد باش نقدر نقطعو، وعاد نوريكم التقطيعه اللي كندير للتريد ديالي، نوريكم غير كيفاش كيجي سخون. شي راهم كيجيو مفارقين، ما كيجوش ملاصقين، شفتو؟ خليه غير يبرد واحد شويه ونرجع نكمل معكم. هنا من بعد ما بردوا لنا واحد شويه، كنشد واحد هكا شويه وكنلويهم بحال هكذا وكنقطعهم. انا كنفضل نقطعهم هكا رقاق، كيجيو زوينين. شفتوا كيفاش كيجيو؟ انا غادي نوريكم. كيجيو بحال هكا، حتى في التقديم كيجيو روميين وزوينين. دابا غادي نكمل هاد شويه باش نوريكم غير كيفاش كيجي، وعاد نكمل التقطاع ديال التريد ديالي. كتحلوها مزيان وكتديروها في طبق التقديم، وعاد كديروا عليها الدجاج. شفتوا تبارك الله كيفاش كتجي؟ كتجي زوينه. انا دابا غادي نكمل التقطاع ديال التريد ديالي، وعاد نوريكم كيفاش كيجي والكميه اللي عطاتني. ها هو التريد ديالنا من بعد ما قطعناه، هذه هي الكميه اللي عطانا. غادي يعطينا طبسيل عامر او قصريه موين. شفتوا من بعد ما حليناه ها كيفاش كيجي؟ شوف كيجي هكا مقطع وطويل. هذا من بعد ما حليناه، شفتو؟ انا نوريكم غير تقريبي هكذا غادي يجيك الطبسيل الكبير عامر. نتمنى تجربوها وتخليو لي الكومونتير ديالكم، ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي.